السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان إساي ميلكستو هاتشوكتان برامش كان واكيلا باد إماتو أحدا آن دين سو قدبنينو برامش كان كيكو هرييي أريمها سودان داقالكا ميشا لكالا مريو ودامدا إسايستا إي سودان كلوكتالي مصر وعيدان لغا قبتي وحيو ربان كشرحني وحكيري كرتا فيسبوك جينا إي يوتيوب جانل كين كان وحين كدول مرينا محاكا سوكر داي حالادا داقالكا روشكا اي يوكرين شينها اول روميسان يهي ميكا انو بيحنا يو قلب يو خوب يو وحيابو او كتاقير اي روشكا هادبا شي كوين عصوبو كسوكر داي اري محاس ايان بالبرنامج كان كو ايغينا ما تا واحد تاريخ دونا والحي يتبان ابريل سنتكا لباكون سدحيا لباتن برامش دينا سو قد بنتو دينا وحاق عالنا قسية شركة دا حوالة دينا وسفار رميد حرون تيد ويوكا دي قيدان وا اونلاين فضلا بو غبا قودة www.safarirmid.com إلا اي اميكا ودامدا اي حوالة دا كو قد دي كرتو حاكم دا كينيا صوماليا يوغاندا جبوتي إتوبيا سودان سود سودان تنزانيا إيو تركي قيمة هانا آد اي اوچبان يهي مركا لو ايغو شركة دا حاكلا اي كشاق اي حوالة دا حوالة دان وا اونلاين وطاي داود يا روحي نقول لك لنا برنامج كنا هذا ما مدوي كان مرايك ان كاير هيك البيت كو وحاي بغضين كقبين ان روشكو او هوب يو وحي او سين كروسيو روشك او معناها شينها اي بحيان هوب كاسي روشكو او هلو شينو هنا وحو دحيي انيغا وحو مسينا يو روشكا ساقا اسكو فلان لكن انيغا وحنكشا قينا يا ان نبض اي كان دعضو لولكاس هذا marka waxa soo baxaya war kale oo la leeyahay shiinuhu wixii uu sheegi jiray wax ka duwan ayuu sameynaya hadaba warbaahintu waxay soo tabinayaan Ukraine oo soo bandhigaysa qalab kala duwan oo Ruushka uu leeyahay oo ay heleen in ay raadadka qalabka elektroniga ee shiinuhu ku lug leeyihiin hadaba anadi tusa warbixin telefishinka Al Jazeera uu ka qoray arintan هذا الجزيرة وحلاها هاي سيدا أنو كسو حقنا إنو وكالة وراركا الرويترس أو إينا كسو حقتي لطليها حفيسكا مدحوينها ودنكا يوكرين إن عيدا مدى يوكرين أي هلين عدد آذ أفربادن أو إلكترونيكا غلبكا هوبكا لغو سبايا أو شينها لغا كيني وحانا لغا دحلي ليهين هوبكا ودنكا روشكا أو أذيك سدو ودنكا سي يوكرين دقالة كسعونيا arintan marka waxay muujinaysaa ay leeyihiin technology-gan iyo alaabtan intooda badan ee galbeedka ayaa Moscow ay ka heli jireen maadaama cunaqabteen iyo waxa kan la saaray ay leedahay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay sheegayaan macluumaad dhinaca sirdoonka ah in Ukrainiyiintu ay markaas soo bandhigayaan in shiinuhu uu hawsha qabanayo waatay marka حالكو مركا هالكاس ايو مرايا او وحالليه هاي ما داما ارتا ادوية دا سيدي دابا وحا اوغاتان قولاك كاستا وحدي كوفي عانتا اوغادا هوبكا ايو مدفعا ايو سيدا وحا لوخدو ايو ادي حدا كوفي عانتا هاي قولاكا لا وحا كوفي عانتا هاي وحياباها تشيبكا يركا اي لقلين ايو او مسكاح دا اوصا مايرا اي تانجيغا سي او وحا اوهرتاقو ديارة دا مارتي درونكا اوح قولوا لما مالوا وحبايا كاكين ستا وحبايا الاسكوطة درا كتب وحيا لسو سمايا مركا روشكا ما داما او اساقو حيابها واوين ايو بريطان ايو وحاكن ايو معالي كويا اي او سمايو او بريطا ايسا معنى او وفردين او ودن كيسا لغدو فيا و بريط او كارهان ايو حبكان ايو سو سارو حدنا وحيابا يريرو ديمدة كاكين سنجرا لي او كسابسا الالكترونيكا waxyaabaha qalabka electronic ay ku shaqeeyaan waxa kan kaara haduu yahay bir kaliyeed oo isku qafilan kaliyeed uma baahna wuxuu u baahan yahay wax maskax u sameeyo aqli u sameeyo oo alaabtii wixii loo baahan yahay diyaarad hadaa sameeyayso saas oo kale wax walba marka waxyaabahaas reegalbeedku ka heli jiraa leeyahay ruushka isaga marka habaysan jiray reegalbeedkii maadaama cunaqabateen ay saareen
هذا يوكرانيين تحليه وحن أوجاني شينها إنه أبدلي رجال بيتك وحيابها إلكترونيك أوردن مركا إنه وحيابها وسمينين أيدي توصل مركا صورة الجزيرة أي كسم يسي أي ليلة هاي قلب كان إلكترونيك يو وح كان يجو مارت يوكرانيين تو أي كلامك نجايان وأي فيرين عيان وأي ليهين هل كاسن كأرجني إن شينه وبدلي نكن إلكترونيك وحي وصيني وحكلو يوكرانيين تشيغيان آدي تسو أيضنا ديارة درونة أو روشكا أولي هاي أو صورد علي وإلي هي وحانو كردح أرقني وحيابها إلكترونيكا ديارة داس أي استعمالي سي قار كمي ده قلبكا إلكترونيكا مارتي شينوه أو سميو marka waxay leeyihiin diyaaradaas nooc eedana waxa la yiraahdaa Orlan ayaa la yiraahdaa waa diyaaradaha droneka ee Ruushku aad u isticmaalo marka iyaduna waxay leeyihiin way noo cadeysay in Shiinuhu uu halka hawl ka qabtay marka hawsha sida kaliya ma aanay leeyihiin taangiyada qaar ee wadanka Ruushka ee dagaalada lagu gubay ama wax lagu sameeyay ayaa iyaguna qalabkooda maskaxda electronic ay waxa ay ku shaqeynayaan baarnii leeyeen ukrainiyintan ayagaba imtixaan kala marka waxay leeyeen ay tusu asagana kaarayaasha ama taangiyada uu isticmaalo ruushka waxay leeyeen waxa laga dhaxlay iyagana qaar kamida qalabka electronic waliba qaybta ka hortagta dab markuu ka kaco taangiga ayaa laga helay ayaa la leeyahay maskaxda u sheegaysa macnaha qalabkan uu isku xiran yihiin adduunkan hubkan waa isku sameysan yihiin marka waxay leeyihiin taangiga markii dab uu qabsado oo madfac lala helo ama wax lagu dhufto waa isdamiyaan taangiyada waxay leeyihiin qalab oo isu sheegaya marka qalabkaas taangiga isku daminaayo ayaa waxaan ka helnay leeyihiin baarkii elektroniga dhinaca China ka yimid awal ruushka waxyaabahaas wuxuu ka iibsan jiray reer galbeedka iyo waxa kan iyagoo markaa sameyn jiray marka asagu hadda wuxuu ka keensaday leeyahay Shiinaha marka sheekadan oo dhan marka maxay u wadaan iska dabuureega dhan maxay u wadaan inaan fahamno waay moogtay awla Mareykan macallinka weyn wuxuu ku yiri Shiinaha waan waanta u wado ma jirto waan wara aniga wadin ma ka shaqeynaysa meeshaan turki walaa shiine walaa wax ma shaqeynayaan yurub xataa waa tii madaxweynaha faransiiska uu tagay muxuu ahaa china uu yiri nio waa waana galaa tiri bal hawsha naga dhammay dagaalkan waa naqabado nagu noqday yurub oo dhan dagaalkii naga dhammay ka taagan macalinka weyn hal mar uu la hadlay ukrainiyiintu wuxuu raayay ma jirto shaakadaas chinese dhexdhexaad ma ahan uu yiri waa loo sii sheegay mugti Chinese waa xaliir dhexdhexaad ma aha markii nimankii marka waa inay qeyl keenaan ay ku diidayaan marka sheekada socoto marka waa inaan fahamtaan qeyl ay wada hadalka Shiinuhu soo wado iyo waanwaanta ay ku diidaan marka waa inay keenaan marka waxaana la sameeyay wakaaladda wararka ee Reuters oo reer galbeedku leeyihiin way shaacinaysaa media reer galbeedku way qaadanayaan alla Shiinuhu waa beentiis dhexdhexaad ma aha asagaa ka iibiya elektroniga iyo waxaana la ku duqeynaa ruushka ma qof noocaasa dhexdhexaad noqon kara marka qiilkaasi marka ay samaysanayaan leeyahay qoladan ukrainiyiin marka saas waa marka inaan u fahamno haddaba wararkan kooban waxay ahaayeen warbixinadii ugu dambeeyay ee Ukraine iyo dagaaladeeda waxa kasoo kordhay inkastoo maalmahan focus-ku uu saaran yahay arinta Sudan halkeedu caadi ma aha barnaamij ballaaran oo faahfaahsan baad ay ka sameeyay haddana warar soo kordhay waxay sheegayaan in dagaaladu weli socdaan labada dhinacna ay isku waafaqeen wada in la sameeyo dadka raidka ay ku qaxaan waan wadada cid kasta madaafiic ku ridin ma mar aamina lira wada aamina oo dadku isaga qaxaan maadaama dadku ay soomay yihiin ugu kor dagaalama dhibaato haysad marka wadadaas inay dadku ku baxaanay sameeyeen waxaa kaloo la leeyahay sawiro video ayaa waxaa laga baahiyay Aljazeera qoladan la yiraahdo dacmo sariic oo leh qasrul jamhuuriga ayaan qabsanay macnaha xaruntii madaxtooyada ayaan qabsanay ayagoo leh
dagaal kuna aad u socdaan madaxfiicdu way sii kululaanaysa baaqida adduunka oo iska daba dhacayaan igataa dhihin maraykanka dhihin adduunka afrika dhihin war joojiya dagaalka wada hadla carabta dhihin haddana waa ka warma maqlaayaan ilaahay shacabka suudaan uu soo kaalmay marka hadaa doonaysaan warbixin dheeraada oo dagaalkaas iyo sida iyo khiyaanooyinka ku jira iyo waxa la isku wada arkabtaan barnaamijkeenii hore ay maanta soo gelinay ka daawo anigu cabdu qadir maxamed cashar nadaara ayaa nadaara show idin la soo